الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. كم من المسلمين يصلون الفجر؟ هي صلاة الفجر تقيلة يا جماعة، يعني صعبة، يعني عايز أسأل سؤال، هي يعني ربنا كلفنا بحاجة فوق الطاقة؟ أقسم بربي الأمة الآن لو صلت الفجر في ليلة واحدة سننتصر صباحا. اللي بيترك صلاة الفجر مطلقا. وبعدين وآخرتها معاه، هتفضل كده لحد إمتى؟ صلاة الفجر الفيصل بين المؤمن والمنافق، صلاة الجماعة عموما هي الفيصل بين المؤمن والمنافق، وخصوصا صلاة العشاء والفجر أثقل الصلاة على المنافقين. الله جل وعلا ينادي عليك، أين أنت؟ عايز تقدر تصلي صلاة الفجر في جماعة، أول حاجة اعرف إن ده مش بقوتك ولا بإرادتك ولا بإمكانياتك، استعن بالله. التفكر فيما أعده الله عز وجل للمتهاونين في صلاة الفجر، البعد عن الذنوب والمعاصي، الصحبة الصالحة. اللي عايز يحج ومش قادر صلي الفجر واقعد لغاية الضحى، صلي ركعتين كتبت لك حجة وعمرة تامة تامة تامة. اللي مش هيصلي الفجر في جماعة هيعرض نفسه بكل أسف لعذاب القبر. انت فين؟ انت لسه نايم، انت لسه قاعد قدام الافلام الاباحيه القذره النجسه، انت لسه في غرفه من غرف الفسق والفساد. يا اخي اتق الله، هيا انت لسه نايمه يا اختي، حتى الفجر مضيعاه. عاوز حد لسه يصحيك في صلاه الفجر؟